والله كل الزين يعني اشوفه جهود جباره من وزاره الداخليه، اتمنى تستمر على مود يعني المتعاطين يقلون، المجتمع يكون افضل، لان كل ما زادوا المتعاطين وزادت هاي الطريقه راح المجتمع يصير رديء. اتمنى تستمر عمليه الردع الثالثه، يعني هي عمليه يعني مو بس على بغداد وعلى المناطق اللي معروفه البتاوين والباب الشرجي، نتمنى ان تتوسع بالعراق كله يعني والمناطق كلها يعني حتى نتخلص من هاي السوالف التعبانه وكثرانين يعني المخدرات بشكل كبير، يعني خصوصا السكاتك من انتشرت هواي فانتشرت بشكل كلش كبير. في وزاره الداخليه جهود كبيره جدا، يعني الدليل انا من رحت لاحد الاماكن لقيت بالعشرات دي يساقون للمحاكم، وشوف السجون اللي مليانه خاصه جماعه المخدرات وغيرها المتاجرين بها، هاي جهود كبيره. لكن انا ادقق على شيء مهم جدا، اقول الحدود يجب ان تضبط. أهلا بكم. تحذير، كلمة يجب أن توضع في كل مكان. مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، متورطون، متاجرون، بائعون، مدمنون، كلهم باتوا جنات في جريمة واحدة عابرة للحدود وممتدة في الجذور، ظاهرة لا يسلم منها أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الأعمى والدليل، كلهم باتوا أسرى لاستراتيجيات الإغواء. أما القوات الأمنية فالعمليات مستمرة والجهود مضاعفة، لا ليلة يحدهم ولا نهار يوقف نشاطهم، عمليات لا تستثني مناطق ولا جهات. فالمتهم مطلوب مهما كان النفوذ الذي امتد من تجارة المخدرات إلى عمليات التجميل، واجهات للفاشنستات وتشوهات في مراكز لا تخضع للقانون. فمن هو الرقيب إذا كانت نسب الإجازات الرسمية لا تتجاوز 10% فقط، والقرارات لا تسري إلا على أطباء الأسنان؟ أهلا بكم. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. ملفنا الأول نفتتح مع الحقوقي المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات الحقوقي الأستاذ حسين يوسف التميمي بخصوص المخدرات وانتشارها والعمليات الأمنية الأخيرة وإلقاء القبض على الكثير من المطلوبين المتاجرين وحتى المتعاطين بملف المخدرات. أستاذ حسين مرحبا بجنابك. بداية أسدلنا الستار على نصف عام تقريبا من العمليات الأمنية، نتائج إيجابية وواضحة، نحب نتحدث ونأخذ التفاصيل أكثر من جنابك عن عدد العمليات، نتائج العمليات، عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم وحتى الكميات اللي تمت مصادرتها خلال نصف عام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولكافة السادة المشاهدين الكرام. ملف المخدرات يعتبر من أخطر الملفات حاليا في العراق. الحكومة الحالية أولت اهتمام خاص بملف شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. معالي وزير الداخلية أعد استراتيجية خاصة لمكافحة المخدرات للأعوام 2023-2024-2025 بمنهج استخباري يختلف اختلاف جذري عن العمل السابق اللي هو قبل تشكيل الحكومة الحالية. كان عمل مكافحة المخدرات هو عمل شرطوي.
وفق الاستراتيجية المعدة من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، استراتيجية استخبارية خاصة بمكافحة المخدرات أسفرت عن تفكيك أغلب الشبكات المتاجرة الخاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة محليا ودوليا في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى. خلال عام 2023 تم ضبط 4 طن من مختلف المواد المخدرة، تم ضبط 15 طن من مختلف المواد المؤثرة عقليا. هذا الرقم إذا حسبناه على قدر 1 غرام للمتعاطي، نعم، هذا يعني أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية أبعدت الخطر عن 20 مليون فرد من أفراد المجتمع العراقي. ولو حسبنا نسبة التعاطي بقدر 0.5 غرام، لأن المتعاطي مرات يتعاطى غرام أو 0.5 غرام، مرات 0.25 غرام باليوم الواحد، لو حسبنا التعاطي 0.5 غرام، هذا يعني أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أبعدت الخطر عن 40 مليون فرد من أفراد المجتمع العراقي خلال عام 2023. تم ضبط ما يقارب 20 طن من مختلف المواد المخدرة المؤثرة عقليا خلال عام 2023، وتم إلقاء القبض على 15,000 متورط بجريمة المخدرات. يعني بصراحة نتحدث، لو لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات من قبل رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لانحدر العراق إلى منزلق خطير خلال عام 2023. لكن اتخذنا هذه الإجراءات دون ملل دون كلل، يعني بصراحة يعني رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يعملون ليل نهار، يعني لا يوجد لدينا لا ليل ولا نهار. أستاذ حسين، 15,000 متهم تم اعتقالهم، إذا نريد نقسمهم ما بين متعاطي وتاجر، وبالتالي وين تودون هاي 15,000؟ اليوم نتحدث عن عدد مقليل. خلال عام 2024 وجه معالي وزير الداخلية سيد عبد الأمير الشمري بأن يكون عام 2024 هو عاما شديد القساوة على المتاجرين والمروجين بالمواد المخدرة، وبذات الوقت وجه بأن اتخاذ كافة الإجراءات التي تنتهي بتشافي متعاطي ومدمني المخدرات. يعني عملنا باتجاهين، اتجاه ضبطي ردعي ضد المتاجرين والمروجين بالمواد المخدرة، واتجاه توعوي طبي استشفائي خاص بمتعاطي ومدمني المخدرات من خلال افتتاح مصحات راح نتحدث به. يحدث لأول مرة في تاريخ العراق وزارة الداخلية تفتتح مراكز مختصة بعلاج متعاطي ومدمني المخدرات، هذا الجانب من جانب مكافحة الطلب. خلال عام 2024 نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بإشراف شخصي ومباشر كافة العمليات الأمنية الاستخبارية يشرف عليها معالي وزير الداخلية بشكل يومي. كافة الخطط الأمنية اللي ما أقدر أعلن عن تفاصيلها، نعم، يشرف عليها شخصيا معالي وزير الداخلية، التي تسفر عن دك أوكار ومعاقل المتاجرين بالمواد المخدرة في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى، بل فككنا شبكات إقليمية وشبكات دولية أيضا. لدينا عمليات تسليم مراقب، تم ضبط شحنات خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة، وهي مرور شحنة من دولة إلى دولة بعلم السلطات وبموجب قرارات قضائية. نفذنا 3 عمليات أمنية ضبط شحنات مواد مخدرة بقرارات قضائية، وهذا أيضا يحدث لأول مرة في تاريخ العراق. 20 طن داخل العراق، هذا 20 طن شقد؟ نعم، تشكل نسبة من المواد الموجودة المنتشرة في العراق. خلال عام 2024 بعملية الردع الثالثة تم ضبط 10 طن ما بين 1 طن من مختلف المواد المخدرة و 9 طن من المواد المؤثرة عقليا، وكذلك تم إلقاء القبض على 6,000 متورط بجريمة المخدرات. المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى أصدرت الحكم بحق ما يقارب 50 مجرم بجريمة المخدرات بالإعدام شنقا حتى الموت، وهذا يأتي من باب عمليات الردع ضد المتاجرين بالمواد المخدرة. موضوع دخول المواد المخدرة وخروج المواد المخدرة من وإلى العراق تم تأشير من خلال التحقيقات، نتحدث بصراحة اليوم، تم تأشير دخول المواد المخدرة من غرب العراق حبوب الكبتاجون المخدرة، ومن شرق العراق دخول مادة الكريستال المخدرة. هذا لا يعني أن الدول المجاورة
هي من تقوم بتصدير المواد المخدرة. بالعكس الدول المجاورة والحكومات المجاورة هي متعاونة مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضد المافيات وضد العصابات التي تتاجر بتلك المواد المخدرة. وهناك تنسيق أمني عالي المستوى بين المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الأجهزة المختصة في مكافحة المخدرات في كافة الدول المجاورة. هسه اللي شاهدنا راح يقول إذا اليوم القوات الأمنية تلقي القبض أو تضبط 20 طن داخل العراق والما مضبوط أكثر بكثير من المضبوط، شلون تدخل هذه الكميات الكبيرة إلى العراق؟ إحنا اليوم لازم نروح نشوف مصادر أو منبع الدخول وبأي طريقة تدخل إلى العراق، نروح نعالج حتى نقدر بعدين نلاحق داخل العراق. بصراحة ملف مكافحة المخدرات من الملفات الحساسة والخطيرة. نعتمد على الدليل القاطع، ما نعتمد على مجرد الكلام، مع احترامي لكل الحديث اللي يطرق في وسائل الإعلام. لكن المديرية العامة لشؤون المخدرات تعمل بشكل دقيق بملف مكافحة المخدرات بناء على أدلة وليس بناء على كلام فارغ ليس فيه أي دليل، لأن عقوبة المتاجر بالمواد المخدرة قد تصل إلى الإعدام شنقا حتى الموت. لذلك نحتاج إلى أدلة. من خلال المعلومات والتحري تأشر لدينا وجود معامل داخل العراق تقوم بتصدير وإنتاج المواد المخدرة. تم تشكيل فرق عمل مختصة من قبل رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية داخل العراق. لدينا معلومات عن وجود معامل تقوم بإنتاج المواد المخدرة داخل العراق. تم تشكيل فرق مختصة يترأس هذه الفرق اللواء الحقوقي أحمد الزرقاني مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بصفته ضابط استخبارات. ولديه باع طويل في مجال الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، كون سابقا كان يعمل مدير استخبارات بغداد. ومختص باختراق الشبكات الإرهابية وشبكات المتاجرة بالمواد المخدرة. لذلك حققنا نتائج من خلال الخبرة اللي يمتلكها واللي أعطاها لضباط شؤون المخدرات. بالتالي المعلومات، هذه المعلومات تم تشكيل هذه الفرق وتم ضبط المتاجرين بالمخدرات عندما حاولوا إنتاج الوجبة الأولى في محافظة المثنى. تم ضبط المعمل بالكامل وتم ضبط المتاجرين بتلك المواد المخدرة بالجرم المشهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. وقبل ما يقارب شهر تقريبا توفرت لدينا معلومات عن وجود معمل يقوم بإنتاج المواد المخدرة شمال العراق، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في مكافحة المخدرات داخل إقليم كردستان تم ضبط المتاجرين بالمواد المخدرة وتم ضبط الآلات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المتاجرين بالمواد المخدرة. أيضا لدينا معلومات عن وجود بعض المتاجرين بالمواد المخدرة يرومون إنتاج وجبات، لكن حاليا هم تحت المراقبة. حال محاولتهم إنتاج وجبات من المواد المخدرة سيتم ضبطهم بالجرم المشهود. هذه المعامل شلون ضبطتوها؟ يعني كان معمل لشنو؟ شنو الآلات اللي يحتاجوها؟ زين إنتاج هذه النوعية من المواد المخدرة يحتاج مواد أولية أساسية، شنو اللي يحتاجه لتصنيعها؟ تم ضبط المواد الأولية بالكامل، كانت في محافظة المثنى. عندما تم ضبط المعمل كان هناك مكان خاصة وأختام فيها تستخدم لحبوب الكبتاغون المخدرة وتم ضبطها بالكامل. وحاليا الماكينة استحصلنا بها الموافقات القضائية ووضعنا الماكينة كتذكار داخل متحف المديرية العامة لشؤون المخدرات والمخدرات العقلية. جيد. زين، مقارنة بالعام الماضي ارتفعت الكميات المضبوطة وأعداد الملقى القبض عليهم لو بالعكس؟ احنا نريد نوصل صورة حقيقية للمشاهد على مود المشاهد والمواطن يستفيد. بعض وسائل الإعلام، البعض وليس الكل، عندما يسمع بضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أو إلقاء القبض على متورطين بجرائم المخدرات أحس يتفاجأ من هذا الرقم. بالعكس المفروض يفرح، كلما زادت ضبط كمية المواد المخدرة وكلما زاد إلقاء القبض على المتاجرين بالمواد المخدرة والمروجين بالمواد المخدرة كلما تقوضت جريمة المخدرات. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعمل على تقويض
وتطويق جريمة المخدرات لغرض السيطرة عليها ولغرض الحد من انتشارها. خلال عام 2023 الإعدام عندنا المحاكم المختصة أصدرت الحكم بحق 49 مجرم بالإعدام شنقا حتى الموت. حاليا لحد هاي اللحظة إحصائية اليوم الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتاجرين الدوليين بالمواد المخدرة 53 مجرم تم إصدار الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت. الكميات المواد المضبوطة خلال عام 2023 بنفس الفريق بنفس فريق العمل يترأس هذا الفريق اللي هو الحقوقي أحمد الزرقاني ما تغير عندنا تشكيل فريق العمل ضبط ما يقارب 20 طن من المواد المضبوطة من المواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا. حاليا النصف الأول احنا لدينا 10 طن من المواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا. زين وين تنشط أكبر عمليات التجارة بالمخدرات بالعراق وشنو أكثر الدول اللي تشكل خطورة بهذا المجال؟ يعني بصراحة جريمة المخدرات هي عابرة الوطنية جريمة دولية لا تنتشر في العراق فقط ولا في محافظة فقط. وبالنسبة للمتعاطين ليس أنه الفقير يتعاطى مواد مخدرة أو الغني جريمة الكل يعني منتشرة بأنحاء دول العالم ولدينا تنسيق أمني مشترك مع الدول الأجنبية والدول الإقليمية ولدينا نقاط تواصل بين أجهزة مكافحة المخدرات. لذلك في كل محافظة لدينا مديرية مختصة بمكافحة المخدرات البصرة الأنبار صلاح الدين كركوك ولدينا تنسيق أمني على المستوى مع الأجهزة المختصة في إقليم كردستان وكذلك يحدث لأول مرة في تاريخ العراق هذا مهم يعني هناك عمليات حصلت تنسيق أمني عالي المستوى الأخوة في إقليم كردستان متعاونين جدا. بصراحة احنا نتحدث الشخص المناسب عندما يكون في يوضع في المكان المناسب هذا أنا في رأيي الشخصي وفي كافة آراء القادة عندما يتم اختيار شخص مناسب في المكان المناسب حقيقة وليس مجاملة ليس اللي كون مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مرتبط أنا بي ومديري لكن أتحدث بصراحة وهذا الحديث يسجل للتاريخ احنا نتحدثه. مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وضع لمسات حقيقية تدل على المهنية والكفاءة ومد العلاقات مع إقليم كردستان ويحدث لأول مرة هذا التنسيق والتعاون. يعني شلون صار هذا التنسيق وأجريته عمليات داخل إقليم كردستان من خلال المصداقية عندما يكون القائد لديه مصداقية في التعامل مع بقية الأجهزة بقية الأجهزة راح تتعاون طيلة هناك أكو مصداقية أكو ثقة ماكو مصداقية ماكو ثقة يعني بصراحة باتصال هاتفي يتم تشكيل فريق عمل بين المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الأجهزة المختصة في إقليم كردستان وراح أتحدث حديث يمكن لأول مرة وهذا يحتسب لي. وصلت ثقة القضاة قضاة التحقيق بالسيد مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبرجال المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية عندما يتطلب إصدار أمر مستعجل وأمر قضائي يتم إصدار أمر قضائي هاتفيا وينظم سير تحقيق وتعرض الضبطيات والمواد باليوم التالي أمام القضاة التحقيق. القضاء العراقي داعم رئيسي لملف مكافحة المخدرات. لو لم يكون القضاء داعم لرجال المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لم نتمكن من تحقيق خطوة جيد باتجاه الأمام. عدة مناطق بالعاصمة بغداد شهدت عمليات استباقية، ماذا رأيتم بهذه المناطق وماذا ضبطتم تحديدا؟ الاختلاف اللي حصل الآن بعد استلام معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري مهام عمله كوزير داخلية وارتباط المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مباشر بسيادته، عمل مكافحة المخدرات أصبح عمل استخباري وليس عمل شرطوي، وأصبحت استراتيجية وزارة الداخلية في ملف مكافحة المخدرات هي تنفيذ عمليات استباقية لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة وضبط المواد المخدرة بكمائن محكمة قبل أن يتم ترويجها والمتاجرة بها. يعني فرق العمل حاليا التوجيهات الصادرة من معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري إلى فرق العمل المختصة بمكافحة المخدرات هو تركيز على تنفيذ العمليات الاستباقية وهي مطاوقة المتاجرين بالمواد المخدرة ونصب كمائن لهم لضبط الشحنات قبل أن يتم توزيعها وترويجها. جيد، إذا أريد نأخذ لمنع حدوث انتشار المخدرات
والحد من انتشاره. إذا أريد نأخذ مثال مثلا العملية اللي حصلت في منطقة البتاوين، شنو كانت أبرز نتائجها في مجال مكافحة المخدرات؟ لدينا أهداف محددة ولدينا معلومات عن كافة المتورطين بجرائم المخدرات في محافظة بغداد وفي جميع المحافظات، ولدينا طرق استخبارية لا يمكن الإعلان عنها لأن هذا الحديث هو متلفز ويبث أمام الإعلام، لكن أنا أطمن حضرتك وأطمن كافة المواطنين، أي متورط بجريمة المواد المخدرة لدينا إمكانيات الوصول إليه خلال أقل من 24 ساعة وضبطه بالجرم المشهود عندما يحاول المتاجرة أو ترويج المواد المخدرة. جيد، هل هناك يعني أكيد بالتأكيد هناك فرق بين المتعاطي والمتاجر، شو بالتأكيد يتم التمييز بين هؤلاء؟ هذا السؤال جدا مهم وأنا أشكرك عليه. سياسة وزارة الداخلية حديثا، يعني أنا يعني بصراحة يعني ليس لكون معالي وزير الداخلية هو الوزير المرتبط أنا به وظيفيا، لكن هذا تاريخ أنا أتحدث به والله العظيم، وأنا أقسم قسم أمام الله هذا مسؤول عن هذا الكلام، عمل حقيقي في ملف مكافحة المخدرات بدعم القائد العام للقوات المسلحة، عمل على مكافحة العرض الخاص بالمتاجرين بالمواد المخدرة واللي تحدثنا به بتنفيذ العمليات الأمنية الاستخبارية الاستباقية، والتفت التفاتة خاصة لمتعاطية ومدمني المخدرات واعتبرهم وفق الاستراتيجية المعدة من قبل سيادتك للعام 2023 2024 2025 اعتبرهم هم ضحايا، واتخذ مجموعة من الإجراءات، استحصل موافقة القائد العام للقوات المسلحة على افتتاح مراكز خاصة بعلاج وتأهيل متعاطية ومدمني المخدرات، افتتحنا في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى وعام 2024 مراكز خاصة بتأهيل متعاطية ومدمني المخدرات، هذه المراكز يتم إيداع فيها متعاطية ومدمني المخدرات وعزلهم عن المتاجرين والمروجين بتلك المواد، إدخالهم ببرنامج طبي نفسي توعوي تدريبي يبدأ من النهوض وينتهي لغاية المنام، الهدف من هذا الشيء إعادة دمج متعاطية ومدمني المخدرات، حتى برامج رياضية حسب ما سمعت بعض الأصدقاء في الأنبار يمكن أن تكون مركز هناك بالتأكيد، يقول رياضة وكمال أجسام جانب توعوي رياضي، ألعاب كرة قدم، ألعاب رياضية مختلفة، يعني حقيقة يعني مراكزنا حاليا تدخل بها يعني أنت رايح للنزهة، يعني بصراحة متعاطية ومدمني المخدرات دائما على استمرار أنا ألتقي بهم من جانب إعلامي جانب توعوي، يعني احنا ما نقدر نتحدث باللي يتحدثون هم به، لكن هم يدعون للي عمل على هذا الشيء قبل، سابقا كانوا مزجين مع المتاجرين ومع المجرمين في داخل السجون، حاليا معززين مكرمين، لديهم برنامج طبي نفسي توعوي رياضي تدريبي، ولدينا تنسيق مع وزارة الصحة العراقية في هذا الجانب، الهدف من إعادة دمج هؤلاء الضحايا بالمجتمع العراقي بعد اكتسابهم الشفاء التام وبعد إكمال الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم. أيضا لدينا تنسيق عالي المستوى، حصل هذا التنسيق نتيجة جهود مدير عام شؤون المخدرات والمثلات العقلية اللواء الحقوقي أحمد الزرقاني مع السادة قضاة التحقيق المختصين في مجلس القضاء الأعلى، وعقد ورش عمل أيضا مع رئيس الإشراف القضائي ومع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لغرض تفعيل نص المادة 39 الخاصة بقانون المخدرات والمثلات العقلية رقم 50 لسنة 2017 التي نصت للمحكمة الموقرة بدلا من أن تفرض العقوبة الخاصة بمتعاطي المخدرات أن تقرر إيداع من يثبت تعاطيه المواد المخدرة في المراكز المختصة بعلاج المدمنين لتقرر بعدها الإفراج عنه بعد اكتسابه الشفاء التام، وبعض المحاكم عملت بهاي المادة 39 متعاطي المخدرات بدل ما يتعاقب يتم إيداعه داخل هذه المصحة وفق شروط محددة وفق القانون ويتم الإفراج عنه بعد اكتساب الشفاء التام والتزويد المحكمة الموقرة بتقرير من قبل لجنة طبية مختصة. أيضا معالي وزير الداخلية حدد ضوابط بمتابعة هذا المتعاطي بعد خروجه من السجن واكتساب الشفاء التام، حاليا لدينا ضوابط يتم وضعها بمراجعة متعاطي المخدرات لغرض فحصه بشكل دوري. البعض يقول لا إذا ما كانت عقوبة ممكن هذا المتعاطي من يشوف في جراحة وهاي ممكن بس يطلع يرجع يتعاطى. وفق القانون الحالي القانون الحالي لدينا ثلاث مواد
أو أكثر من مادة تتعلق بمتعاطي المخدرات. المادة الأولى هي المادة 32، اعتبرت متعاطي المخدرات هم مجرمين وفق المادة 32. تعاطي هو جريمة وفق أحكام المادة 32. لكن لدينا المادة 40، هي لا تقام الدعوة الجزائية بحق متعاطي ومدمني المخدرات ممن يقوم بتقديم نفسه لغرض العلاج. يعني متعاطي المخدرات عندما يحضر من تلقاء نفسه إلى أي مركز تأهيلي خاص بمتعاطي ومدمني المخدرات ويخبر أنه هو متعاطي مواد مخدرة ويريد يتعالج من تلقاء نفسه، هنا لا تقام أي دعوة جزائية ولا يتخذ بحقه أي إجراء قانوني وفق القانون. هاي المادة 40. المادة 39 سمحت للمحكمة المختصة أن تقرر إيداع متعاطي المخدرات في المراكز المختصة بعلاج المدمنين، ويتم الإفراج عن هذا المتعاطي بعد اكتساب الشفاء التام بتقرير صادر من لجنة مختصة، يعرض على المحكمة المختصة وللمحكمة المختصة صواب القرار بهذا الجانب. جيد. سيد حسين، بعض الشائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق محال الخمور 1/6 أو هيك شيء. اليوم نتساءل أنه إغلاق بعض محال الخمور أثر بشكل على أنه يدفع الشباب اللي يشربون الخمور وغيرها إلى الذهاب نحو المخدرات. بالفعل أكو هيك شيء، ازدادت نسب المتعاطين للمخدرات بسبب إغلاق بعض محال الخمور. تعاطي المخدرات هو إدمان. متعاطي المخدرات هو مدمن لتعاطي المواد المخدرة. وهذا المدمن، يعني أنا تحدثت مع عدد من مدمني المواد المخدرة، أعلنت في فترة سابقة من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية عن قيام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمثرات العقلية باستقبال متعاطي المواد المخدرة ممن يروم تقديم نفسه لغرض العلاج. واتصلوا بي بعض الأصدقاء ضباط في وزارة الداخلية عن أحد أقاربهم أو أحد زملائهم أو أحد جارهم وإلى آخره، واستقبلت شخصياً بتوجيه مدير عام شؤون المخدرات والمثرات العقلية عدد من متعاطي ومدمني المخدرات، ودار حديث بيني وبينهم. استقبلناهم وسهلنا إجراءات دخولهم إلى المراكز المختصة، مركز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات في القناة تابع إلى وزارة الصحة، وتم استقباله. فعندما تحدثت وياه وجدت أنه هو مدمن على هذه المادة. زين. فسألت أنه أنت في حال أنه ما أخذت هاي المادة، شنو اللي ممكن، يعني موضوع ترك تعاطي المخدرات هو موضوع إرادة لا أكثر. هذا بالنسبة للمتعاطي. لا، أنا اليوم أسأل أنه أنت أغلقت محال الخمور، بالتالي ما راح يصير توجه أكثر من قبل الشباب لتعاطي المخدرات؟ يعني بصراحة موضوع الخمور هذا، يعني مديريتنا ما مختصة في هذا الجانب، مديريتنا مختصة في مكافحة المخدرات والمؤثرات. هذا واضح، لكن من خلال قراءاتكم ومتابعاتكم أنه من الممكن هذا الحديث يطرح في شارع العراق ووسائل الإعلام، أنه اليوم أنت أغلقت هاي ممكن راح تدفع الشباب الاتجاه نحو المخدرات. يعني هو اللي يريد مستمر يريد مثلا يتخذ في الجانب معين، أيضا يلقى حجج معينة على مود يبقى مستمر في هذا الجانب. لكن إحنا مديريتنا مختصة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مكافحة الخمور والمواد القانونية الخاصة بالخمور والإجازات، هناك مديريات أخرى مختصة في هذا الجانب. جيد. بسؤال أخير، اليوم المواطن شريك أساسي في مكافحة المخدرات، شو نسبة تجاوب المواطنين معاكم في نسبة التبليغ عن العصابات، التجار، حتى المتعاطين، وأيضا نسبة تجاوبكم مع المواطنين والبلاغات اللي تصل لكم والرسالة الأخيرة اللي تريد توصلها للمواطنين؟ المديرية العامة عملت بثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو ضبطي أمني لردع المتاجرين بالمواد المخدرة. الاتجاه الثاني ومكافحة الطلب الخاص بمتعاطي ومدمني المخدرات، تحدثنا به من خلال افتتاح مراكز مختصة بعلاج المدمنين. الاتجاه الثالث هو اتجاه توعوي خاص بتوعية المواطنين من خطر آفة المخدرات وحثهم على ضرورة التعاون لمكافحتها. قد تصل المخدرات داخل المنازل أو داخل المؤسسات، لكن لدينا فرق مختصة تقوم بالتوعية بشكل يومي وبشكل مستمر. لدينا فرق مختصة تقوم بعقد ندوات ومحاضرات في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، ولدينا فعاليات خاصة بالجانب الشبابي أيضا، ولدينا مؤتمرات عشائرية، لدينا تنسيق في كل مكان بصراحة، ولدينا خط ساخن اللي هو المرقم 178
بإمكان أي مواطن يقوم بإعطاء معلومات وستكون هويته طي الكتمان أي معلومات تتعلق بجريمة المخدرات ما عليك سوى الاتصال بالخط الساخن المرقم 178 وتقديم هذه المعلومات بدون اسم بدون أي تفاصيل وستقوم المديرية العامة لشؤون المخدرات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا الجانب. الرسالة الأخيرة اللي أحب أوصلها لكافة أفراد المجتمع العراقي جريمة المخدرات هي تنتهي بطريقين لا أكثر. الطريق الأول هو كل من يتورط بجريمة المخدرات يعتقل وفق القانون، القانون فوق الجميع، ليس لدينا خط أحمر نهائيا. ملف مكافحة المخدرات توجيهات دولة رئيس الوزراء معالي وزير الداخلية لرجال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمثرات العقلية بالإطاحة بكل متورط مهما كان عنوانه مهما كان ارتباطه مهما كان نفوذه، ما عندنا خط أحمر بملف مكافحة المخدرات نهائيا. رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمثرات العقلية يعملون بتوجيهات قانونية أصولية ولا نخشى أي متاجر بالمواد المخدرة. لو كان هناك أمامنا جيوش مسلحة من المتاجرين بالمواد المخدرة سنقضي عليهم وفق القانون بتوجيهات ودعم القائد العام للقوات المسلحة ومعالي وزير الداخلية. كانت واضحة من خلال النتائج. المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات الحقوق حسين يوسف التميمي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن فوضى مراكز التجميل في العراق بين واجهات الفاشينستات والقرارات بحق أطباء الأسنان، وراح نفتتحها وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. البحث عن الجمال هوس بعض النساء التي يتعرضن إلى تشوه خلقي نتيجة خضوعهن لعمليات تجميل فاشلة من بعض مراكز التجميل الغير مرخصة التي تجاوز عددها أكثر من 190 مركزا وسط شكوك في كفاءة ومهنية العاملين فيها. ضد هاي المراكز التجميلية هسه منتشرة في الوقت الحالي، هي أكيد مو أطباء جاي يمارسون هاي عمليات تجميلية. مثلا هسه أمهات الصالونات انفتحت مارس تجميل تحقن الفيلر، تحقن يعني ما نعرف احنا شنو هاي نوعية هاي المواد، تاريخها، صلاحيتها، طرق الزرق مالتها. لجنة الصحة النيابية مراكز التجميل المرخصة لا تتجاوز 100 مركز، وهي لا تشكل سوى 5% مقابل إجمالي المراكز الغير مجازة، فيما حذر مواطنون من مخاطر أدوات التجميل الذي يجعلها بيئة خصبة لانتقال الأمراض. حالياً حتى بالبيوت صارت مراكز مال تجميل وما تعرف المواد جاي تيجي اكسباير ما اكسباير، الشغلات الاجهزه جاي يستعملوها، واكو هواي تشوهات واكو هواي ناس انظلمت خطيه بهاي الشغلات يعني خاصه البنات. فوضى مراكز التجميل لا تطيح باطباء الاسنان في العراق، حيث اثنى اطباء على قرار وزاره الصحه بمنعهم من ممارسه عمليات الحقن والتجميل، مطالبين الوزاره بالتراجع عن قرار منع ممارسه التجميل اللاجراحي. القرار اللي صدر بحقنا كان قرار مجحف ومفاجئ جدا، احنا نعمل بالعمل اللاجراحي من سنه 2018، فتفاجئنا فجاه انه القرار نزل وتم تنفيذه بالوقت الاني حاليا، يعني خلال كم ساعه تم اصدار مذكره الى الجريمه المنظمه لتفتيش عياداتنا وسحب الرخصه واحالتنا الى القضاء. الصحة النيابية تؤكد أن 95% من مراكز التجميل في العراق غير مرخصة، مشيرة إلا أنها تابعة إلى جهات متنفذة التي أصبحت واجهتها الفاشينيستات. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور حديثنا في هذا الملف راح يكون مع عبر سكايب رئيس لجنة صندوق ضمان أطباء أسنان العراق الدكتور سيف الدين الجبوري. دكتور سيف، مرحبا بحضرتك. مرحبا بك وقناتكم الكريمة. أهلا بجنابك دكتور. كيف رأيتم قرار وزارة الصحة بمنع بعض الاختصاصات ومنها أطباء الأسنان من ممارسة عمليات الحقن والتجميل؟ زين، هل هناك حالات أمراض وتشوهات ومشاكل صحية تم تسجيلها في عيادات الأسنان والمراكز؟ تفضل. والله هو بالبداية مو يعني مجموعة منعت من ضمنها أطباء الأسنان، وإنما فقط اللي منع هم أطباء الأسنان. يعني بعد الضوابط اللي صدرت في 2018 ومنحت كل الاختصاصات بعض
اللي يعني صار ضوابط في عملهم، ومن ضمنهم اطباء الاسنان سواء كانوا الممارسين او الاختصاص. اليوم المنع اجى فقط لاطباء الاسنان، اما حالات التشوهات وكذا احنا كل الحالات اللي يصير بيها يعني مشاكل وشكاوى، فهذه المشاكل يعني تروح تكون عن طريق قسم المسؤوليه الطبيه بالوزاره، وتكون اكو نسخه منها للنقابه. احنا بالنقابه ما سجلنا ولا شكوى ضد اطباء الاسنان اللي يمارسون الحقن، ونطالب وزاره الصحه بايضاح العدد والنسبه، اصلا مو بس العدد، نسبه الشكاوى ضد اطباء الاسنان في مجال الحقن من بالنسبه للمجموع العام من الشكاوى في حالات اكو شكاوى. فهذا الموضوع يعني ما موجود اصلا بالنسبه للشكاوى، اضافه الى قانونا في حاله اكو، حتى لو كانت اكو شكاوى او اكو يعني مضاعفات حدثت، فهذا ما ينعكس على كل الشريحه وكل المهنه. يعني انت تعرف جنابك بالطب العام ايضا هم اكو مشاكل تصير بالتخدير او بالعمليات الجراحيه وغيرها والاستحالات والوفيات، هذا ما يعني انه نلغي فرع كامل من فروع الطب بسبب مضاعفات او مشاكل او حتى وان كانت اخطاء طبيه. جيد دكتور، علميا ونتكلم باختصاص، هل يعتبر طبيب الاسنان مؤهل لاجراء عمليات التجميل، يعني سواء كانت جراحيه او غير جراحيه؟ طبيب الاسنان مؤهل للممارس لعمليات التجميل اللا جراحي والفيلر والبوتوكس باعتبار هي جزء من شغله كحالات علاجيه او حالات تجميليه، اما طبيب الممارس هو مؤهل للعمليات الجراحيه التجميليه، ولكن طبيب الاختصاص جراحه الوجه والفكين بس. عفوا الصوت دكتور، شنو برايك او من خلال متابعتك شلون تقرأون؟ يعني الطبيب الاختصاص، عفوا الصوت يصير تداخل بالصوت، الطبيب الاختصاص جراحه الوجه والفكين من حقه العمليات الجراحيه في الوجه والفكين، ومن ضمن عمليات تجميليه وعمليات فتح يعني تقويميه. من الاجدر باجراء هذه العمليات التجميليه الحقن؟ طبيب الاسنان لو بعض يعني الذي يمارسنا هذه المهنه اصبحت مهنه في مراكز التجميل المنتشره وهن لا يمتلكن اي شهادات او مؤهلات طبيه؟ يعني اللي ما يمتلكون الشهادات واللي يمارسون هذا العمل فهذا واجب التفتيش في وزاره الصحه والرقابه في النقابات، وتم علاج كثير من الحالات، واكيد اكو مخالفات مستمره، بس هذا ما ينعكس على اطباء الاسنان، هذول منتحلي صفه يعتبرون احيانا، واحيانا مخالفين اللي هم مسموح لهم يشتغلون ولكن يتعدون حدود اختصاصهم وعملهم، والمنتحلي صفه اللي هم اصلا من خارج المجال الطبي ويمارسون هذا العمل. واكثريه الحالات احنا بالنسبه لنا كنقابه اطباء الاسنان نحيلهم للجان الضبط في حاله دكتور سيف المخالفه بسيطه، والى القضاء ايضا. دكتور اذا تسمح لي اعود لحضرتك، اذا ينضم معنا عبر الهاتف رئيس لجنه الصحه النيابيه النائب الدكتور ماجد شنقالي. سياده النائب مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا جناب، الله يخليك. سياده النائب، من المسؤول عن فوضى مراكز التجميل غير المجازه بالعراق؟ ما هي الاحصائيه المتوفره لديكم حول المراكز الرسميه وغير الرسميه المنتشره بشكل عام؟ يعني في البدايه تحيه طيبه لك ولضيوفك وايضا لمشاهديكم الكرام. في الواقع الفوضى التي وصلنا اليها هي فوضى منتشره في عموم انحاء العراق وحتى في محافظات اقليم كردستان، بوجود مراكز تجميل يعمل فيها ناس غير متخصصين، وايضا بوجود مراكز تجميل غير مرخصه. مراكز التجميل المرخصه عددها اقل من 90 في عموم محافظات العراق ال15 عدا محافظات اقليم كردستان. العدد المتواجد حاليا في عموم المحافظات قد يتجاوز هذا العدد بعشره اضعاف ان لم يكن اكثر. لا يوجد ارقام حقيقيه لان هذه اصلا هي مراكز تجميل غير مرخصه، والمشكله الاكبر بانه حتى صالونات الحلاقه اللي هي صالونات حلاقه بسيطه تقوم بجلب بعض الناس لحقن الفيلر والبوتوكس، وهذا مشكله كبيره جدا ايضا سنعمل على علاجها. اما هناك مشكله اخرى بان هناك عدم تفريق بين عياده سواء كان طبيب التجميل او طبيب الاسنان ومركز التجميل. مركز التجميل هذا مركز متخصص بالتجميل، يحتوي على كل أجهزة التجميل والعمليات التي تجرى هناك. هذا يمنح إجازة من وزارة الصحة من شعبة القطاع الصحي الخاص.
نعم. او من قسم القطاع الصحي الخاص. اما عياده طبيب التجميل فكان طبيب يمنح من نقابه الاطباء، كان طبيب اسنان يمنح من نقابه اطباء الاسنان. المشكله الاخوه في نقابه اطباء الاسنان قاموا بفتح دورات لالاف، قد يتجاوز العدد حسب كلامهم هم، مو كلامي، لانه اليوم من يعملون في هذا المجال يتجاوز 6000. هذا العدد لا يوجد مثله في كل العالم، ليس في العراق، وهذه حقيقة فوضى يجب العمل على تنظيمها. وزارة الصحة أصدرت ضوابط جديدة بإلغاء هذا العمل من قبل أطباء الأسنان، ولكن إذا نجي نعالج الواقع، هذه الوزارة نفسها وإن لم يكن في زمن هذه الوزير منحت هؤلاء الأطباء ضوابط في عام 2018 يحق لهم العمل، عادت في عام 2020 لغت هذه الضوابط، عادت في عام 21 أيضا اعاده العمل بهذه الضوابط. اذا يجب ان نعالج هذه المشكله بواقعيه بالتعامل مع هذا العدد الكبير، مع هذا الواقع الموجود حاليا، من خلال لجان، من خلال ضوابط. اما بحقيقه الامر من خلال هذا الامر وتدخل جهات امنيه، اعتقد بان المشكله من الصعب جدا حلها، مع اني حقيقه اقول لك لان مساله التعامل في الجراحة التجميلية لا يحق إلا لطبيب التجميل وطبيب الفيشيوم الجلدية. حتى اليوم بأن عيادات الجلدية، صحيح تخصص الجلدية، تجي للحقيقة الجلدية تعاملهم غير جراحي، هم صحيح يستخدمون الفيلر والبوتكس وسمح لهم، واللجان الاستشارية سمحت لهم الكثير من الأمور الأخرى، ولكن هذا الأمر بيحتاج إلى ضوابط. لذلك الفترة المقبلة على وزارة الصحة من خلال لجانها الاستشارية، من خلال لجان وتنسيق مع نقابات الأطباء وأطباء الأسنان، وضع ضوابط واضحة لمراكز التجميل ولمن يعمل في التداخل اللاجراحي. سيادة النائب، كونك رئيس لجنة الصحة النيابية، يعني شنو كانت أبرز إجراءاتكم لإغلاق المراكز غير الرسمية؟ أيضا هل هناك استجابة من وزارة الصحة بإغلاق هذه الأماكن الغير رسمية أو الغير مرخصة؟ في الواقع في شهر كانون الثاني او شباط وجهنا كتاب، لا اتذكر الرقم بالضبط. رصيدك على وشك النفاذ، الرجاء شحن خطك. برنسك ترون التوافق. دكتور سيف، اعود لحضرتك. من يتحمل الاخطاء الطبيه الواسعه الانتشار بعنوان التجميل؟ يعني كيف يمكن السيطره على هذه العمليات ضمن الاطار الرسمي، يعني بعيدا عن المراكز غير الرسميه نتحدث؟ دكتور سيف تسمعني؟ عفوا، بس الصوت بتداخل بالصوت اكو. اقول من يتحمل الاخطاء الطبيه الواسعه الانتشار، وشلون ممكن ان نسيطر على هذه العمليات ضمن الاطار الرسمي ونبتعد عن المراكز الغير رسميه، نتحدث فقط عن المراكز الرسميه المجازه. بس قبل ما اجاوب حضرتك، تعقيبا على كلام الدكتور السيد النائب رئيس لجنه الصحه والبيئه النيابيه المحترم، إنه يقول إنه النقابة فتحت دورات بالآلاف وغيرها. النقابة من واجبها تطوير الجانب المهني للأعضاء، فهذه الدورات وزيادة الأعداد ما تعني الفوضى، بالعكس زيادة الأعداد تدل على إنه وجود كادر كبير متدرب، أما كثرة الأعداد اللي تنتمي للنقابة فهو بسبب مخرجات اللي تجينا من كليات عن طريق وزارة التعليم. فاحنا هذا واحنا سجلنا من زمان انه لازم نصير يعني تحديد لاعداد المقبولين في كليات طب الاسنان، يعني هذا مو سبب النقابه، احنا يعني مثل ما واحد يجي يقول لك هذول تابعين لك اعضاء متخرجين هم اطباء اسنان، خلينا ما نخليهم هكذا مثل ما هم عليه. دكتور ممكن ان يكون الموضوع على شكل مراحل، التجميل ممكن ان يكون الموضوع على شكل مراحل 6000 دفعه واحده كل فروع طب الاسنان. بالنسبه للاخطاء اللي تقول حضرتك عنها في كيف نسيطر عليها، فهي من خلال التفتيش المستمر ومن خلال المراقبه وكذلك من خلال الشكاوى انه تؤخذ على محمل الجد، الشكاوى اللي كانت وارده للنقابات او الشكاوى اللي وارده لوزاره الصحه قسم المسؤوليه الطبيه، ويتم اتخاذ الاجراءات الرادعه حتى يعني تنحد من هاي المشاكل. زين دكتور، بعض الحالات نشاهدها اليوم كنت اقرا انه الجهاز الأمن الوطني أنه ألقى القبض على شخص أمي
وينتحل صفة طبيب ويقوم بإعطاء حتى محاضرات ويقيم دورات في مراكز طبية وفي مهرجانات، وبالتالي هو شخص أمي يجري عمليات تجميل وإلى مراجعي. شنو اللي خلى أنه يوصل الأمر إلى أنه شخص أمي ينتحل صفة طبيب؟ طيب ما هو الشخص اللي يدخل اللي يحاول يعني يطلب محاضرات عن طريق النقابة تكون بموافقة النقابة، أو يكون النقابة يكون طبعاً هو مو بس طبيب أسنان وبس أو طبيب، إنما لازم يكون أصلاً مسجل في النقابة ومجدد والسي في مالته كله موجود بالنقابة. بس اللي بعض مع الأسف أكو حتى معاهد يشوف إعلاناتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، معاهد وتقيم دورات لكل من هب ودب، يعني احنا نقاباتنا تقيم دورات لأعضائها فقط المجددين في النقابة، يعني يكون لازم هويته مجددة مثلا لعام 2024 باعتبار هاي السنة، حتى اللي مجدد بال 23 وما مجدد 24 ما يسمح له يدخل هاي الدورات، في حين اكو معاهد تدخل ناس هم يعني حتى قد على قولتك أميين وتدخلهم دورات، ما كان المفروض الجهات المسؤولة تحاسب هاي المعاهد وتحاسب هذول الأشخاص الأميين اللي يقيمون دورات، يقيمون بموافقة من؟ وكيف وإعلاناتهم يعني كيف يجتذبون المسجلين؟ يجتذبون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لو نتابع مواقع التواصل الاجتماعي نقدر نعرف هاي الدورات منو يقيمها وين يقيمها، ونقدر ندخل عليهم جهات أمنية بموافقات جيد. وتحاول دكتور بسؤال أخير، ظاهرة منتشرة كثيرا في العراق وهي تأجير الإجازات أو الموافقات الرسمية للمراكز. اليوم مثلا طبيب مختص، طبيب جلدية أو غيره يحصل الإجازة بفتح مركز، وبالتالي تشوف أشخاص غير مؤهلين مثلا نساء يعملن بصالون أو غيره تجي تأجر الإجازة وتفتح وتحقن وتسوي عمليات براحتها. شلون نقدر نقضي على هذه الظاهرة وكيف يتعامل القانون بسهولة وحتى النقابة مع بسهولة جدا انه هذا المكان انه ادخل له اذا لقيت اشخاص غير مؤهلين فصاحب الايجاد انا كنقابة ما اقدر احاسب هذا الشخص غير مؤهل، ما عندي سلطة عليه، انا سلطتي على طبيبي اللي منطي الاجازة، فمجرد انه احيل الطبيب المنطي الاجازة لاشخاص غير مؤهلين احيله للمجلس الانضباط ومن ثم الى القضاء، فصدقني حالة حالتين البقية كل ترى هتكون لها هاي الحالة هتكون رادعة للبقية وما حد ما راح يجازف ويعطي شهادته أو إجازته، علاوة طبعا إلى الموضوع يتعلق بالضرائب وغير كلها، بعدين الطبيب اللي منطي إجازته راح يكتشف نفسه إنه واقع بمشكلة كبيرة إنه عنده ضرائب وعنده غير من الأمور الالتزامات المالية لازم هو يسددها لأنه تعرف الضريبة على صاحب الإجازة وليس على ممتهن العمل. جيد. عبر سكايب رئيس لجنة صندوق ضمان أطباء أسنان العراق الدكتور سيف الدين الجبوري، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا لجنابك. مشاهدينا قبل الروح وإياكم لموجزنا الخبري، خلونا نشوف أبرز الآراء المطروحة في منصة إكس حول قصف مخيمات النازحين شمال غربي رفح على يد الكيان الصهيوني المجرم. ختاماً بموجز الأخبار،
السوداني يفتتح ثلاث مجسرات في بغداد ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية. اللجنة المالية النيابية تناقش جداول موازنة 2024 بحضور وزيري المالية والتخطيط. وزير الداخلية يوجه بجملة من الإجراءات على خلفية استهداف ثلاثة مطاعم في العاصمة بغداد. النزاهة تفكك شبكة تمارس أعمال المساومة والرشا في هيئة التقاعد الوطنية. وزير العدل يوجه بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية كافة للنزلاء لسجن الكرخ المركزي. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.